مباراة نهائية حتلعب في ليبيا ولا خارج ليبيا؟ سمعنا أن في نية أن إقامة المباراة خارج ليبيا. والله طبعا احنا كمتفرقات مهمة، أنا نظر هذا ما نقدرش نحكي بحد، ولكن الأصل هي طبعا الإقامة داخل ليبيا، لكن إذا كان في طبعا اقتراحات أخرى من مجلس الإدارة مجلس الإدارة، بس احنا يهمنا أن نحدد الموعد باتفاق مجلس الإدارة، اعتبر أنها زي ما قلت لك هي مباراة لها خصوصية باعتبار أنها مباراة تتويج، فبنحاول نقومها بإذن الله في أحسن الظروف. باهي الملاعب الأقرب اللي ممكن تكون في النهائي. نعم، الملاعب الأقرب اللي ممكن يقام عليها النهائي. والله في ملعب صبراتة، في ملعب الأولمبي في الزاوية، يعني ملعب طبعا معتمدة للدوري ممتاز وممكن يقام فيها المباراة، طبعا هذا يرجع للفريقين كل منهم اللي يختار ملعب على يديروا القرعة، واللي طبعا يجي معه القرعة يلعب على ملعبه طبعا. طيب الموعد التقريبي أيضا لإقامة المباراة النهائية حيكون في الفترة ما بين الذهاب والإياب، ولا في آخر شهر 12 قبل التوقف؟ بإذن الله إن شاء الله نكون بنحاول نو موسم طبعا 2023، فبنحب أن ما ينتقلش. ما سمعتكش يا كابتن، سامحني ما سمعتكش الجزئية الأخيرة، ما سمعتهاش. قلت لك اعتبر أن هو دوري كأس 21 22، يعني صعب أن نخليه في سنة 23، فنحاول أن نروح قبل نهاية السنة بحول الله تعالى، قبل نهاية السنة قبل نهاية الشهر في كندا. نعم طيب حيكون قبل نهاية السنة. سمعنا أن حيكون في نعم بطولة بخصوص بطولة الدوري ستستكمل مرحلة الذهاب حسب الرزنامة الموضوعة لها، قبل نهاية العام حتكون مستوفية مرحلة الذهاب بإذن الله. سألت يوم 25 يوم الأحد إن شاء الله تكون نهاية بإذن الله تعالى مرحلة الذهاب.